موها ساعتك باشا وسبح سبح يا عم الحاج. الو السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ ولسان طيب؟ ذبحت الخروف بتاعك ولا لسه؟ كل ما اتصل على الجزار يقول لي مش فاضي مش فاضي. الجزار بتاعك تمام؟ وذبحته 100 فل و10؟ طب امان عليك ابعتهولي يا حاج، انا مستنيهم. اول ما يخلص ابعتهولي. وصف له البيت والعنوان مظبوط. طيب يبارك لك يا حاج. ماشي. السلام عليكم. سلام طيب. ما اظبط الخروف كده على ما الجزار يجي. مصح الواد اللي نايم ده. انت زفت. ايوه يا حاج. قوم يلا عشان الجزار جاي يبع الخروف عشان تمسك معاه. وانا مالي يا حاج وانا اعرف. امال نصح بس تقول لي انا عايز الكبده يا حاج وبتاكل زي الموس. قوم يلا عشان تمسك معاه الخروف. معلش يا حاج سيبني انام عشان كنت تعبان امبارح وسهران بقى والدنيا عيب بقى وكل سنه وانت طيب. معلش يا حاج سيبني اكمل نوم. طب نام يا اخويا نامت عليك حيط. قوم يلا عشان الباب بخبط اهو باين عليك الجزار جه. تعالى تعالى يا باشا اتفضل اتفضل. يا ساتر لا حد يكون كشف نفسه كده ولا كده. سلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. الصلاه على النبي كده يا حاج سعيد. يا عم الحاج بعت لي بقول ان انت عندك خروف عايز تتباعه كده بالصلاه على النبي. ان شاء الله. ويا ترى بقى انت اسمك ايه؟ بوحة سعادتك باشا وسبح سبح يا عم الحاج. طب يلا يا حبيبي الخروف جوه. سؤال كده على المغزى يا عم الحاج، يا ترى الخروف ده ذكر ولا انتايه؟ هتفرق كتير بقى ان شاء الله ذكر ولا انتايه؟ وسبح سبح يا عم الحاج. ايوه يا عم الحاج لازم اسال عشان تيجي الصلاة على النبي كده لو نتايه نعمل لها سنار ولا حاجه. لا اطمن يا حبيبي ان شاء الله ذكر ابن ذكر. يا ترى هتاخد كام بقى ان شاء الله؟ 1500 جنيه بس يا عم الحاج زائد الجلد والراس. كام؟ 1500 جنيه؟ ده الخروف كله ما جابش 150 جنيه، هتاخد انت 1500 جنيه؟ انت مجنون ولا ايه؟ يا ساتر توكلنا على الله بس جايزينك هنا شويه ميه سخنه كده يا عم الحاج لزوم الشغل. ماشي يا عم اتفقنا، توكل على الله بقى الخروف جوه. ايه اللي بيحصل جوه ده؟ الولاد ده بيتخانق مع الخروف ده ولا ايه؟ انت يا جدع. يا ساتر الحمد لله يا عم الحاج الخروف 100 100 ويت فل وحاجه بالصلاه على النبي يا عم الحاج. طب اتفضل حسابك يا عم. اللي بيحصل ده الخروف صح. صدق ان انا سلمتك قبل ما اذبح يا عم الحاج. ده انت ليلتك سودا وحياه ربنا لو